الملاحظة السابعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 88 و300، وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول، ولا علو شيء عليه، بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى. ما معنى هذا الكلام؟ هو كلام مفهوم بناء على الكلام السابق. تفضل. المقصود بهذا الكلام اننا اذا سلمنا وصدقنا بصفه ان الله عز وجل هو نتجاوز عن اي صفات صفات السكون او انه اسفل، فلا يجوز ان نصفه بانه شيء اي شيء يعلوه. من يساعد أخانا في الشرح والبيان؟ تفضل. إذا كنا ننزل الله سبحانه وتعالى على صفات النقص، فإن السكون من صفات النقص، وربنا لا يصف بذلك فيكون. نعم، فإذا صفة السفول هي صفة نقص، فالله عز وجل لا يتصف بصفات النقص، وبالتالي هو يتصف بصفة العلو جل في علاه، وإنما هذه صفة فعل أن الله عز وجل ينزل.